أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين من الفضائل الأخلاقية الوفاء الله سبحانه وتعالى يمدح صفة الوفاء بقوله (بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين). وفي آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول (أوفوا بالعقود). الوفاء هو حفظ العهد وأداء الحق سواء كان مع الله سبحانه وتعالى أو مع الناس. وخاصة لمن صنع الجميل بالنسبة للإنسان. هناك قد تكون معاهدة بين شخصين سواء معاهدة اقتصادية كعقد مثلا بيع شراء وما إلى ذلك أو معاهدة اجتماعية أن يحاول الإنسان أن يلتزم بهذه المعاهدة إما أن لا يقطع تلك المعاهدة على نفسه أو إذا عاهد أن يفي بذلك العهد. وإذا كان مع الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان بنعم لا تعد ولا تحصى. وأصل تلك النعم أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان. ثم غمره بالنعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ونحن قد لا نشعر بتلك النعم الا اذا فقدناها. اذا الانسان فقد نعمة من النعم حينذاك يشعر باهميتها. فالله سبحانه وتعالى غمرنا بالنعم. فالوفاء مع الله سبحانه وتعالى هو اداء حق الله سبحانه وتعالى. واداء حقه بشكره. والشكر كما يكون بالقلب يكون باللسان ويكون بالعمل. طاعة الله سبحانه وتعالى هي شكر عملي، وشكر المنعم واجب عقلا قبل ان يكون واجبا بالشرع. هذا الوفاء مع الله سبحانه وتعالى، فالعاصي انما هو لم يفه بعهده مع الله سبحانه وتعالى، ولم يؤدي حق الله سبحانه وتعالى، وهذا من اعظم التجاوزات، الله غمرك بالنعمه. بل خلقك وهي اصل النعم ولكنك لا تنفذ اوامر بسيطه امرك بها لمصلحتك لا لاحتياجه لان الله سبحانه وتعالى هو الغني المطلق وبعد ذلك الوفاء مع الرسول صلى الله عليه واله والائمه عليهم الصلاه والسلام لان الرسول ومن بعده الائمه عليه وعليهم الصلاه والسلام لهم حق كبير علينا لأن الله سبحانه وتعالى أنقذ المؤمنين بواسطة الرسول والأئمة من النار وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم الله بأبي محمد صلى الله عليه وآله كما تقول فاطمة الزهراء سلام الله عليها في خطبتها الفدكية المشهورة الوفاء معهم أداء حقهم نؤدي حق الرسول بان التزم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه واله. بان نتمسك بوصيه الرسول وهي القران واهل البيت عليهم الصلاه والسلام لان الرسول وصى بهما في حديث الثقلين المتواتر بين الفريقين. وبعد ذلك الوفاء مع الناس. الانسان اذا قطع عهدا او كان لشخص عليه حق يؤدي ذلك الحق، لان عدم اداء ذلك الحق وعدم الوفاء ينطوي على مجموعه من الرذائل، ينطوي على المكر وعلى الخديعه والكذب والرياء والنفاق والغش ونحو ذلك، الغدر ينطوي على هذه الامور، الغدر هو ضد الوفاء، الانسان المؤمن لا يغدر وفي الحديث الشريف الايمان قيد الفتك وقرئ الايمان قيد الفتك لذلك نشاهد مسلم بن عقيل رضوان الله تعالى عليه مع انه كان يتمكن من قتل ابن زياد غدرا لكنه لم يقتله لماذا؟ لان الفتك الايمان قيده الايمان قيد الفتك او الايمان قيد الفتك، يعني الانسان اذا فتك فان ايمانه يزول، الايمان مشترط بالفتك. فلذلك لم يفعل هذه الرذيله مع ان بقاء ابن زياد سبب ان نفس مسلم بن عقيل يقتل، ومسلم بن عقيل كان رجلا واعيا ذكيا يعرف الموازين السياسيه والاجتماعيه. ولكن الغدر هذه ليست شيمة المؤمن حتى إذا كان فيه ضرره الدنيوي المؤقت أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول وما معاوية بأدهى مني معاوية اتخذ أساليب سياسية خبيثة وبسبب تلك الأساليب السياسية الخبيثة تمكن من السيطرة على العالم الإسلامي وبناء ملك بني أمية الذي دام عشرات السنين أمير المؤمنين يقول وما معاوية بأدهى مني ولكنه يغدر ويفجر يعني سياسته مبنية على الغدر وعلى الفجور أمير المؤمنين خاطب أهل الكوفة حينما قسم كبير منهم عصوه طبعا وقسم منها أطاعوه ولكن إذا قسم عصوا وقسم أطاعوا يحدث اضطراب هذا شيء طبيعي بعصيان مجموعه من الناس يحدث اضطراب. امير المؤمنين خاطبهم انا اعرف كيف اصلحكم اعمل السيف فيكم كما فعل الحجاج بعد ذلك واقتل البريء واعاقب معاقبه شديده ولكن هيهات لا افعل ذلك يعني لا افسد نفسي باصلاحكم. اصلح امر السياسه بافساد نفسي يعني بان ارتكب تجاوزات ومعاصي لكي اصلحكم فماذا كان يكون فرقي عن سائر المجرمين في التاريخ؟ امير المؤمنين كان مثالا للحق لانه التزم بلوازم الحق حتى اذا كان فيه في بعض الاحيان ضرر ظاهري مؤقت ولكن العاقبه للمتقين فاداء الحقوق حق الله سبحانه وتعالى وحق الرسول والائمه عليهم الصلاه والسلام وحق الناس اجمع هذا من الوفاء وكذلك اي عهد الانسان قطعه على نفسه يفي به هذا من الوفاء وعكسه الغدر الذي ينطوي على مجموعه من الرذائل نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا في هذا الشهر الفضيل لكي نتحلى بالفضائل هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين